برد باخذكم الساعة 5. خلكم بعيد عن المشاكل. مع السلامة. بنشوفك بعدين. مع السلامة. يلا. في منتصف مجموعتنا الشمسية وعلى بعد 149 مليار و597 مليون و870 ألف و800 متر. أو لحظة، هو كان 700 متر. ها 700 متر. تفكرون باللي أنا أفكر فيه؟ أظن لازم ناخذ هايل. هي صح. أكيد. خلنا ناخذهم. أعتقد أنهم قالوا أن البدل جاهزة. هالمحاكي كأنه حقيقي. هي خلونا نجرب إذا هو مقارب للواقع. أنا باكر أكيد برد هني. من مركز المراقبة إلى نسر ثلاثة. نسر ثلاثة حول. هذا حتى يحاكي مركز المراقبة. هالشي عجيب. أنا أكيد بيهني وكل يوم بعد. لا ما بتي. اسمعوا وتمالكوا أعصابكم. أنتوا يا أولاد الحين في الفضاء الخارجي. هذا يسمع شو نقول. هيه أسمعكم. واحتاج إنكم تسمعون الكلام اللي بقوله عدل. هالشي وايد مهم. أوه. هالجهاز يتفاعل ويانا. اوف عجيب. هالشي مو بمعقول. بس خلاص رجاءً اسمعوا، هذا مو محاكي وانا مو بجهاز صوتي. يا اولاد انتوا في مركبه فضائيه حقيقيه وانتوا على وشك انكم تضيعون في الفضاء. ولا تخافون، بس اسمعوا تعليماتي ونحب نرجعكم للأرض بسلام بإذن الله. بس في نقطة وايد مهمة. تشوفون الزر الأحمر عدال السماعة؟ لا تضغطونه. أكرر، لا تضغطون على الزر مهما كان. انقطع الخط، نحن بروحنا في الفضاء. لحظة، لازم ما نخاف، لازم نركز عشان نعرف كيف نرجع. شو كان ها؟ شكلنا ارتطمنا بمحطة فضائية، أكيد بنحصل فيها حد يساعدنا عشان نرجع الأرض. انذار دخلاء، انذار دخلاء. يا دخلاء عرفوا بأنفسكم. مرحبا، نحن مو بدخلاء، نحن اوكي انا بس. امسكوه. انزين اول ما ننزل. ممكن بس تسمعنا. نحن ما بنأذيك، في
حد هني يقدر يساعدنا نرجع الأرض؟ أنا الوحيد هنا، ساعدوني أقف، ظهري يؤلمني. يمكنني أن أحاول مسار المركبة، ولكن ينبغي علي تذكر الطريقة. الروبوتات ما تنسى. لا، إني هنا منذ زمن بعيد، لدرجة أن بعض قطعي تحتاج إلى التحديث، كما هو حال المحطة. لم يزرنا أحد منذ ذلك الوقت لإصلاح الأعطال الموجودة، وكان من المفترض أن يزورنا رائد فضاء ليقوم بذلك، ولكن بما أنه لم يأتي فإن المحطة تم برمجتها على التدمير الذاتي. شو؟ شو؟ متى؟ متى؟ التدمير الذاتي سيبدأ خلال 45 دقيقة. تقدر توقفه؟ طبعاً، كل ما أحتاجه هو إدخال كلمة السر. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 10 دقائق. لحظة، تذكرت الآن. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 5 دقائق. يكون هذا خلاص. بس حاول تعدل مسار المركبة عشان نرجع بسرعة. هذا أمر بسيط. التدمير الذاتي سيبدأ خلال دقيقتين. يجب أن ننفصل. لازم يكون في كتيب تعليمات، دوروا عليه. التدمير الذاتي سيبدأ خلال دقيقة واحدة. حصلت شيء؟ بسرعة. أعتقد إذا رفعنا هذه العتلة. لا. لم يكن هذا سيئا، ولكن ماذا سنفعل الآن؟ 10 ثواني. 9 8 7. نحن لازم نبتعد من المحطة قد ما نقدر قبل. 3 2 1. استعدوا لدخول الغلاف الجوي. نحن بنكون في ورطة كبيرة. بدر! بابا! بدر ولدي! أبي! شكراً لأنكم رجعت بدر. اعتقدنا أننا خسرنا للأبد. أنت تعرف هالروبوت؟ أعرفه؟ أنا اللي صنعته، وأنا مدير مركز الفضاء هذا، وبدر كان في مهمة جمع معلومات جديدة عن الفضاء، بس انقطع الاتصال وياه وتم إهمال المشروع، وتم سنوات في الفضاء، لكن برجوعه الحين أكيد بيفيدنا بمعلومات مهمة وما تتقدر بثمن. شو مستوي هني؟ سالفة طويلة. انزين خبروني،
لا تستعجلين، بتسمعين الأخبار قريب في كل مكان.